ونبدا معاكم جولتنا الرياضيه. والجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده البرتغالي روي فيتوريا قرر استدعاء هشام حافظ لاعب فيوتشر واللي كان موجود في صفوف المنتخب الاولمبي خلال المعسكر الحالي، وده علشان ينضم لتدريبات المنتخب على استاد برج العرب في الاسكندريه. تواجد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون التركي في التشكيل المثالي للجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023، وقاد تريزيجيه فريقه التركي لتحقيق فوزا مستحقا على حساب فريق سيرفينا بطل صربيا بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023. ووضعت شبكة سوفا سكور العالمية تريزيجيه ضمن التشكيل المثالي للجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة اليوروب ليج، حيث حصل على ثاني أعلى تقييم للأسبوع ده بحصوله على 8.6 من 10. وبيواصل الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، وخاض الفريق تدريباته امبارح على فترتين، وخاضت اللعيبة تدريبات بدنية مكثفة وفقا للبرنامج اللي وضعه الجهاز الفني مع بداية فترة الإعداد. كمان الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر كان حريص على تخصيص عدد من الفقرات الترفيهية بالكرة قبل ما تواصل اللعيبة تنفيذ باقي فقرات التدريب بشكل طبيعي. المنتخب القومي للسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة في إيطاليا حقق الميدالية رقم 11 في بطولة العالم للناشئين والكبار والأساتذة في المركز الأول، والميدالية الذهبية في سباق تتابع 4×1 كيلو سباحة بالزعانف. ونجحت بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى في تحقيق الرقم التأهيلي لبطولة العالم 2023 اللي هتتلعب في المجر، وده من خلال الأرقام اللي حققتها في بطولة الجمهورية. وحققت بسنت الميدالية الذهبية في سباق 100 متر حرة في بطولة الجمهورية للكبار، وتحقيق الرقم التأهيلي لبطولة العالم بعد التتويج بفضية وبرونزية بملتقى بلوذانا بسويسرا. توج البطل المصري مروان الشرباجي المصنف التاسع عالميا في لعبة الاسكواش رجال ببطولة فرنسا المفتوحة للاسكواش واللي استضافتها مدينة نانت، وحيث تصنف البطولة بفئة البطولات البرونزية، وفاز مروان الشرباجي على منافس الهندي سواراف جوزال بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 69 دقيقة. وفي نفس البطولة حصلت اللاعبة المصرية فيروز أبو الخير على المركز الثاني بعد خسارتها من البلجيكية تيني جلس بنتيجة 3-0 في مباراة الدور النهائي بمنافسة السيدات واللي استغرقت 32 دقيقة. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن مشاركة منتخب الإكوادور رسميا في نهائيات النسخة الجاية من بطولة كأس العالم 2022 ورفض الطعن المقدم من منتخب تشيلي. وأصدر الفيفا بيان رسمي على موقعه وذكر فيه أنه تم رفض الشكوى اللي تقدم بيها منتخب تشيلي بخصوص عدم شرعية مشاركة اللاعب بيرون كاستيلو مع منتخب الإكوادور. وأشار البيان أن لجنة الاستئناف التابعة للفيفا أقرت بشكل رسمي بدعمها لقرار اللجنة التأديبية بإغلاق القضية المرفوعة ضد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم واعتبار اللاعب حاملا للجنسية الإكوادورية. فاز ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بجائزة مدرب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي، وتفوق على كل من أنطونيو كونتي مدرب توتنهام وبيب جوارديولا مدرب ألمان سيتي وجراهام بوتر مدرب برايتون سابقا وتشيلسي حاليا وماركو سيلفا مدرب فولام. وفاز المدرب الأسباني بالجائزة جي أو فوز المدرب الأسباني بالجائزة جي بعد ما نجح في تحقيق العلامة الكاملة في أول 5 مباريات في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي ويتصدر الدوري الإنجليزي. فريق أستون فيلا استعاد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي على حساب ضيفي فريق ساوثهامبتون بهدف نظيف في اللقاء اللي جمع الفريقين امبارح على ملعب فيلا بارك في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من المسابقة. وعادت منافسات الدوري الإنجليزي مساء الجمعة بعد تأجيل مباريات الجولة السابعة بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا يوم الخميس قبل الماضي.
وبكده خلصت اخبارنا الرياضيه. هرجع مره تانية لجمانة واحمد علشان نكمل معاك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا.